جميل. انا ما طلعت مثلا انه بشيء او متخاذل مثل ما يقولون انه ترك النادي، لا انا خلاص انتهى عقدي، وانا منتهى عقدي ويمكن فتره اخر لعبتي انه الفريق خلاص ضمن المركز الثاني، وكابتن ايوب كان بوقتها انه فتره انه جاي اتزوج او شيء، يعني اصر انه اتواجد، قلت له خلاص انه اجل الزواج. كملت المباراتين الاخيره برغم انه كان الفريق ما محتاجني، لكن كملت على الاصول مثل ما يقول. اخر مباراه ثمال لا ثمال. اجل زواجك عامد الجويه؟ هي اجلت اسبوع. وما زعلت المرأة تقول لك تحب الجويه اكثر مني؟ لا ما طولت في اسبوعين يعني انا وقعت العفو خطبت في الجويه والزواج في الزوارة. بالزوارة. وخلفت وين؟ خلفت وين؟ بالدحيل. بس قلت لك هي الغلطه اللي انا نادم عليها الصراحه انه ما وقعت اكثر من موسم، كان المفروض اوقع. زين هاي الغلطه راح تتعلمها يعني هسه لما تروح تتفاوض ويا نادي توقع اكثر من موسم؟ لا اكيد هسه اللي المرحله اللي وصلتها يعني ذاك عماد بذاك الوقت مو مثلها هسه، يعني على التجارب اللي اخذتها والامور اللي صارت لي زادت المعرفه؟ لازم لازم اكيد. طيب بتروح توقع قول لهم كرسته وعمل. انه بعد ماكو المرحله وموسم صوره وتعليق الصوره.